بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 98. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك. الشيخ صالح هذا أبو عبد الله يقول في استفتاح الآيات ياسين صاد ألف لام ميم، ماذا قال العلماء في تفسير ذلك؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حروف مقطعة ذكرها الله في بدايات السور، والله أعلم بمراده بها، لكنها حروف مقطعة. ياسين طه كاف ها يا عين صاد، أحيانا يكون حرف واحد صاد قاف. نعم. فضيلة الشيخ، هل هذا حديث أو أثر الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها؟ نعم، هذا حكمة ومعناها صحيح، أما ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم ذلك، ولكن هي على ألسنة الناس ومعناها صحيح. فالحكمة ضالة المؤمن، والحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل. نعم. الأخت أم سالم تقول الشيخ صالح، هل المرأة مثل الرجل في غسل الرأس أثناء الوضوء؟ الرأس لا يغسل في الوضوء، لا للرجل ولا للمرأة، وإنما يمسح. نعم. يمسح على ظاهره فقط مرة واحدة، يبدأ من مقدم الرأس ثم يمر يديه مبلولتين بالماء إلى قفاه ثم يرده إلى المكان الذي بدأ منه، الرجل والمرأة. نعم. الشيخ يقول السائل عدنان، ما الحكمة من قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء؟ تحول من حال إلى حال، من حال القحط إلى حال نزول المطر. نعم. يقول الشيخ، قرأت عن صلاة الحاجة وعن عدد الركعات وهي 8 ركعات، هل هذا وارد في السنة؟ لا أعلم شيئا في عدد صلاة الحاجة، ولكنها وردت السنة بأنه إذا أراد حاجة فإنه يصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل بحاجته. نعم. يا شيخي، له الفقرة الثانية عن ترك العقيقة، هل يأثم من ترك العقيقة؟ يقول، فأنا ذبحت عن أولادي 3 شات واحدة. الشات واحدة لا تجزي عن أولادك، ما الذكر عنه شاتان والأنثى عنها شات واحدة، والعقيقة سنة، إذا فعلتها فهذا من حق الولد على والده، وإذا لم تفعلها فليست واجبة. نعم. أبو منصور وهو أبو عيال وكبير في السن يا شيخ، تزوج بالثانية وطلب من الثانية بعدم الحمل بحجة أن عنده أولاد أكثر من 10 أولاد من الأولى، وتقول الزوجة الثانية بأنني أريد الحمل لإنجاب أولاد، فلا يعلم هو هل آخذ المانع أو أستمر في الحمل. لا يجوز منع الحمل، منع الحمل لا يجوز، وإنما تأخير الحمل إلى حالة مناسبة للمرأة لا بأس به، أما منع الحمل فهذا لا يجوز. نعم. هذا السائل يقول، عندي عامل مسلم تغيب فترة وبحثت عنه فلم أجد، وبقي له عندي مبلغ من المال، فقمت بالتصدق عنه بهذا المال. لا بأس بذلك، لكن لو جاءك في أي يوم من الدهر يطلب أجرته فإنك تعطيه إياه، تخيره، تقول هل تريد أن تمضي الصدقة وأجرها لك، أو تريد أن أعطيك المال وأعطيك أجرتك ويكون أجر الصدقة لي. إذا اختار أحد الأمرين فله ذلك. نعم. يقول، إحدى قريباتي يا شيخ في بيت مع أولادها وليس لهم عائل، هل تعطى من الزكاة؟ فأنا أبحث عن البعيدين فضيلة الشيخ. نعم، إذا كانوا محتاجين فإنهم أولى، صدقة على القريب المحتاج عن صدقتين، صدقة وصلة، أجرها مضاعف مرتين، أجر القرابة والصلة وأجر الصدقة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عبد الله يقول، حدثونا عن فضل التوراة
التوحيد وعن تحقيق التوحيد وكيفية السبيل إلى معرفته؟ لا يحتاج أنك تقرأ في كتب التوحيد، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتب التوحيد العقيدة الواسطية مثلا، ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهكذا تقرأ فيها وتعرف قدرها، لكن لا تقرأها بنفسك دون أن تقرأها على العلماء يشرحوها لك ويبينوها لك. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. في الآية الكريمة وأما بنعمة ربك فحدث، إذا كان الإنسان الشيخ صالح لديه القدرة على العيش في رغد وسعادة، هل تنطبق عليه هذه الآية الكريمة؟ وما معنى وأما بنعمة ربك فحدث؟ نعم، التحدث بنعمة الله أحد معاني شكرها، لأن شكر النعمة يكون بثلاثة أركان: تحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، ونسبتها إلى الله جل وعلا، إلى مسديها وموليها. هذه أركان الشكر. نعم. أبو يزن يقول في الحج معنا مرشد في حملتنا، وسألناه عن رمي الجمار فقال بأننا في هذا اليوم نرمي الشيطان وندعو عليه، ما الحكمة من رمي الجمار؟ هذا ليس مرشدا، هذا جاهل، ويجب على أصحاب الحملات أن لا يعينوا فيها إلا من أهل العلم الفقهاء المعروفين، ولا يعينوا فيها مرشدين جهالا، فهالكلام هذا ليس له أصل، كلامه هذا ليس له أصل. الرجم لذكر الله، رجم الجمار لذكر الله، ما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأشواط السبعة في الطواف فضيلة الشيخ، إذا حصل للإنسان عارض وخرج من الطواف، هل يبدأ من الأول؟ إذا كان باقيا على وضوئه طهارته فإنه يكمل طوافه ويبني على ما سبق، وأما إذا كان انقطع وضوؤه يعني بطل وضوؤه فلا بد أن يتوضأ وأن يبدأ الطواف من جديد. نعم. ما أبرز الدروس المستفادة من حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أبلغ العبارات التي قالها في هذا الموضع؟ دروس المستفادة من حجة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا حجكم وعمرتكم من أفعالي، اقتدوا بي كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يؤخذ هذا من الكتب الموثوقة، يؤخذ هذا من الكتب الموثوقة في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، في صفتها وأفعالها وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من المناسك الموثوقة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، ومع سؤال أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث وارد: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما المراد بذلك؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وهو قول لجميع الأمة، يوصيه صلى الله عليه وسلم، يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تطمئن إلى الدنيا وتركن إليها وتنشغل عن الآخرة، لأن الغريب في غير بلده ما يطمئن حتى يرجع إلى بلده. كذلك الإنسان في هذه الدنيا هو غريب، لا يدري في أي ساعة يرجع إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، عليه أن ينتهز الفرصة ويعمل الأعمال الصالحة. نعم. يقول: لماذا سميت صلاة التطوع بهذا الاسم، وهل لها أقسام؟ تطوع النافلة، يعني تطوع يعني نافلة، فسميت بهذا الاسم لأنها غير واجبة وإنما هي نافلة. نعم. شيخ صالح، سائل أبو علي يقول: من جهة أكل الضبع والضب والأرنب، ما القول الصحيح في ذلك؟ كلها حلال والحمد لله، الأرنب والضبع والضب كلها من المباحات الحمد لله. نعم. حديث يا شيخ: اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا، وكان لهم رقى يقولونها. نعم. في الجاهلية وبعد الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم طلب عرضها عليه ليقر الصحيح منها ويبين الخطأ فيها، قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقى لا بأس بها ما لم تكن شركا. فيجوز الرقية التي توافق الكتاب والسنة، فيها دعاء، فيها
ذكر لله عز وجل، وليس فيها طلب من غير الله، وليس فيها بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: شيخ، كان علي نذر أن أصوم كل اثنين على مدار السنة، فوافق ذلك يوم عيد، فما الحكم يا شيخ صالح؟ لا تصوم يوم العيد، يوم العيد حرام ولا يدخل في النذر، هذا لا يدخل في النذر، مستثنى. نعم. لديه أيضا مزرعة كبيرة وهي مزرعة برتقال، يقول في الموسم يتم قطفه وبيعه، هل على ذلك زكاة؟ فواكه ليس فيها زكاة، لكن إذا بعتها حصلت على شيء من ثمنها وحال عليه الحول فإنك تزكيه. نعم. يقول الشيخ: سجود الشمس تحت العرش كل ليلة نؤمن به، ولكن هل من تبصير شرعي للظاهر من أنها مستمرة في الدوران؟ نعم، الشمس تجري لمستقر لها، في قراءة لا مستقر لها، الشمس تجري، تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، وهذا شيء مشاهد لا ينكره إلا مكابر. نعم. الأخت أم عبد الله يا شيخ أرسلت برسالة وسبق أن وجهتم فيها حفظكم الله، تقول: توفي والدنا وعندي من الأولاد 5 وقد بلغوا 20 و18 سنة و14 سنة، ولكنني يا شيخ صالح أعاني معاناة عند صلاة الفجر وأيضا أثناء خروجهم، لا أدري هل هم صلوا أم لا، أما الأهم فهو صلاة الفجر، فهم لا يستطيعون القيام وأنا أستمر معهم، بماذا توجهونني؟ هل علي إثم؟ لك الأجر إذا أخذتيهم لصلاة الفجر وذهبوا وصلوا مع المسلمين، لك الأجر في ذلك، وهذا هو الواجب عليك، لا تتركيهم ينامون ويتركون الصلاة، بل لازم إيقاظهم، عوديهم على الصلاة، القيام لها والاهتمام بها، وأنت على أجر عظيم، وهذه هي التربية الشرعية، التربية المفيدة. نعم. فضيلة الشيخ، لا شك أن ليقول السائل للصيام أثر على المسلم في صلاح قلبه وجوارحه، صيام النوافل الاثنين والخميس وأيام البيض، هل تدخل أيضا في هذا الأثر على المسلم؟ الطاعة كلها والعبادة كلها، الواجبة والمستحبة من صيام وغيره، كلها لها تأثير إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى وكانت على السنة وعلى الوجه الصحيح والكيفية المشروعة، فإنها تؤثر بلا شك، تؤثر في الأخلاق، تؤثر في السلوك، تؤثر في حياة الإنسان، لها أثر ظاهر على، ولذلك تجد الفرق بين أهل الطاعة وأهل المعصية. نعم. من جهتي يا شيخ تقول: محاسبة النفس، هل يخصص الإنسان يوم من أيام الأسبوع لمحاسبة نفسه وماذا عمل فيها؟ لا يخصص يوم ولا أسبوع، وإنما يحاسب نفسه دائما، الليل والنهار يحاسب نفسه. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت لها السؤال الأخير، تقول: هل الشياطين يتمكنون من الدخول إلى جسد الإنسان ويقومون بإيذائه يا شيخ صالح؟ بلا شك، كما قال الله جل وعلا: الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيمس الإنسان، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الله سلطه وأعطاه، لكن الإنسان إذا تحصن بالله من شره واستعاذ بالله من شره فإن الله يحصنه ويجيره منه، وأما إذا أهمل الذكر وأهمل فإن الشيطان يتمكن منه. نعم. تقول: ما الأصل في هذا عند خروجنا من البيت سواء في رحلتنا أو في زيارتنا لأهلنا في الدمام، نجعل القرآن يشتغل في البيت وإذاعة القرآن الكريم حتى عودتنا؟ لا، القرآن إنما يشغل مسجل إذا كان عنده واحد يستمع ويستفيد، أما تشغيله للبركة كما يقولون أو لأجل أن الناس السراق ما يأتون البيت أو ما أشبه ذلك أو يطرد الشياطين، فهذا لا أصل له. نعم. السائل علي عبد الله يقول: هل الإنسان مسير أم مخير يا شيخ؟ مسير ومخير، من جهة أقدار الله عليه فإنه مسير، ومن جهة أفعاله هو فإنه مخير، هو المؤمن وهو الكافر وهو الصادق وهو الكاذب وهو المطيع وهو العاصي، من جهة أفعاله أفعال العبد العبد مخير فيها، وأما من جهة أفعال الله فيه فإنه مسير، يجري عليه قضاء الله وقدره. نعم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف جيم
يقول أنا إنسان ميسور شيخ صالح، وقد أديت فريضة الحج، ولكنني عندي ألم في قدماي، أكلف كل سنة شخص يحج عني وأعطيه الأجرة. إذا كنت أديت الفريضة فالحمد لله ويكفي هذا، أما النيابة عن الحي إنما تكون في الفريضة، أما النافلة فإنه لا دليل على ذلك، لكن الميت هو الذي يحج عنه ويعتمر عنه نافلة وفريضة، أما الحي إذا قدر بنفسه يؤدي الفريضة، وإذا لم يقدر ينيب من يحج عنه. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء معكم الشيخ بسؤال للأخ أبو إبراهيم، يقول ما الضابط في الشخص الحاقن إذا خاف فوت الصلاة، هل يصلي وهو على هذه الحال؟ لا، ما يجوز له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين البول أو الغائط، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، لأن هذا يشغله عن الخشوع وحضور قلبه في صلاته، يتفرغ من هذه الشواغل ويدخل في الصلاة وهو مطمئن. نعم. فقرة أخيرة تتعلق بالأخت مريم، تقول يا شيخ إذا وضعت المرأة سقطا صغيرا فما وضعها بالنسبة للصلاة؟ إذا كان قد بلغ 80 يوما ونزل عليها دم فإنه نفاس، لا تصلي ولا تصوم حتى تكمل النفاس، ينقطع دم النفاس إلى 40 يوما، وأما إذا كان دون 80 فإنه دم فساد لا تلتفت إليه، بل تستمر في صلاتها وصيامها. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل الذي سجل هذا اللقاء، يتجدد اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.